بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الرابع، أخلاق علي حسين مهدي أم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، نستكمل ما بدأناه فنقول وبالله التوفيق. أنت امشي في الدين فيما يرضي الله، ودع الدنيا لأهلها. طيب بس بيعملوا طب وانت هتعمل زيهم؟ يعني لنفرض ان حد غلط، انت كمان هترتكب الغلط عشان تنافسه في الدنيا مثلا؟ يعني مثلا، رغم اني ارى سبحان الله انقلبت الايات وتبدلت الادوار 180 درجة. يعني اصبح من يتمسك بالاخلاق من كان الناس يظنون أنه يعني بعيد عنها شيء، ومن كانوا يظن بهم هم الأخلاق أصبحوا يتخلون عنها بطرق تجعلهم يسمعون علي حسين مهدي ويهتفون باسمه. بالله عليك، ده يرضي ربنا؟ أنت مش تذكر الأثر القائل: لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت. يعني الناس عملوا خير هعمل خير زيهم. الناس بدأوا يتنافسوا على الكراسي والدنيا والمناصب، ويشتموا بعض، ويقولوا ألفاظ مخالفة لكلام النبي، وأفعال مخالفة لأفعال النبي، والمهم يوصل، وده كله باسم الدين. أمشي معاهم برضو: إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء أساء. لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت. ولكن وطنوا أنفسكم على أنه إن أحسن الناس تحسن. إذا الناس مشوا صح، مشوا في الخير، مشوا في مرضات الله، امشي معهم في ده. وإن أساءوا فلتجتنبوا إساءتهم. إن عملوا ما يغضب الله وابتعدوا عن طريق رسول الله وأساءوا بعكس ما دعا إليه رسول الله، ما تعملش زيهم، ما تتنافسش معهم في هذا المجال وهذا المضمار. لا، خليك انت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خليك انت قدوتك رسول الله، خليك انت متحلي بالأخلاق العظيمة. طبعا أنا لا أقول أن الكل واقع في هذا، لكني أخاطب من وقع في هذا الأمر، أخاطب من وقع في هذا الأمر. والبعض، أستشهد على كلامي هذا بحلقة كبيرة جدا للشيخ عصام تليمة اللي هربان بره ده، وأقوله لكم من كلامه. يقول: لماذا أصبح التيار الإسلامي يتحلى بشيء من سوء الأدب؟ حلقة كاملة بيتكلم ليه أصبحوا ألفاظهم مخالفة لكلام الرسول، أدبهم قليل، ألفاظهم سيئة. ليه ده بيتكلم على إيه؟ على بعض الاتجاه الإسلامي. طبعا أنا لا أزعم أن الكل وقع في هذا الأمر، أنا أعلم أن هناك أناس قدوتهم رسول الله، يلتزمون بكتاب الله وبسنة رسول الله، لا يتنافسون على الدنيا، عندهم حدود لا يتجاوزونها، وإن كانت قلوبهم في اتجاه معين. نحن لا أحد يملك القلوب، لا أحد يملك القلوب. ميلك أنت لا تملكه، لكن فعلك أنت تملكه ومسؤول عنه. الفعل من لفظ ومن قول ومن اتهامات ومن، يعني اللي وقعوا في ده
ربنا يردهم إلى الحق ردا جميلا. لكن اللي ما وقعوش ربنا يثبتهم ويبارك فيهم ويكثر من أمثالهم ممن يستقيمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا أخي الكريم بدأت بالدين فاختم بالدين، اوعى من بنيات الطريق، اوعى من رغبات الدنيا تاخدك وتضيع بك وتتفرق بك السبل وتنسى الطريق الأساسي اللي انت بدأت بيه. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لأرشد أمرنا. وأذكر مرة أخرى علي حسين مهدي اللي بعض الناس بيعاتبوني، ده كويس، طب اسمعوا ده هو والله مش عارف ايه، ده يعني اكيد انت ظلمه. لا مش ظلم، انتوا سمعتوه وانتوا عارفين هو بيقول ايه. وعمري ده ما يمثل اخلاق الرسول ولا يمثل الاخلاقيات الاسلاميه اللي موجوده بين دفتي القران الكريم، ابدا ابدا، مستحيل مستحيل واحد كل 3 دقائق يعمل صوت بمناخيره بانفه صوت تنكره الطباع السليمة وتقول لي ان ده شاب كويس، ده بيتكلم عن، لا بنصر القضية. قضية ايه؟ قضية ايه اللي هينصرها بالاصوات القذرة التي تخرج من انفه والاصوات الاقذر التي تخرج من فمه والاتهامات والتطاول على شيخ الازهر وعلى ده وعلى ده واتهام الناس في كل شيء من هنا ومن هنا ومن هناك. انتوا عايزين تمشوا وراه بعد ما قلته لكم وبعد ما تعرفونه من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ هتسألوا عن ذلك، انتوا أحرار. بس مش هو ده طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا التنافس في الدنيا أبدا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قالها صريحة لعمه: والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته إلا أن يظهره الله أو أهلك دونه. إيه الأمر ده؟ الدعوة إلى الله، تعريف الناس بربهم. وكانوا بيعرضوا عليه الحكم: إن أردت ملكا ملكناك علينا، إن أردت مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كان بك رئي من الجن يعني مريض جمعنا لك الأطباء حتى تصير صحيحا. يعرضوا له كل شيء. طب ما كان واحد ممكن يقول لك طب ما يحكم وبعد كده يمشي عليهم اللي هو عايزه. لا، النبي مش عايزها كده. النبي صلى الله عليه وسلم يسعى لقلوب تخشع لا لقوالب تخضع. مش عايز روس كده غصب عنها بتسمع الكلام، لا لا لا، هو عايز قلوب تذهب إلى الله، تحب الله، تخشع لله. لا يريد قلوب، لا يريد قلوبا تخشع، لا يريد قوالب تخضع. خد بالك من ده كويس. فيعني علي حسين مهدي أخلاقه لا تمثل أخلاق الرسول، نحن نتبع أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تجاوز أخلاق الرسول وسعى إلى الأشياء التانية ملناش دعوة بيه، ربنا سهله بعيد عننا. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأرشد أمرنا، اللهم آمين آمين رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.